أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر في هذه التغطية من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. نحن اليوم في بيت عزاء الشهيد بلال بواطنة والذي استشهد أمس الجمعة على يد دهسا من قبل مستوطن في منطقة الأغوار الفلسطينية، حيث كان يشارك في مسار شبابي كان في منطقة الأغوار الفلسطينية. سنلتقي بأحد شهود العيان الذي كان مرافقا معه أيضا في ذلك المسار. يعطيك العافية. تعرفنا بحالك؟ سامح الرماوي، اصلا بيت ريما سكان البيرة. تمام، تخبرنا ايش اللي صار امبارح؟ اللي صار احنا مجموعة شباب نعمل بين فترة لفترة مسيرات، نطلع في مسارات مختلفة. كان ماشيين تعرف ورا بعض، واحد ورا الثاني، تقريبا كنا حوالي 24 25 شاب. فتفاجأنا في سيارة مسرعة جدا وفجأة مالت على الشباب وصار اللي صار، اندهسوهم. في طبعا أخونا رحمة الله عليه الشهيد بلال تقريبا توفى على المحل، حتى أجا ساجد قدام السيارة وفي شابين أجوا وقعوا وارتموا، كان طبعا صحيح أخونا أبو العبد أتصور أنه توفى على المحل. بعد تقريبا أقل من دقيقة مرق باص في جنود ونزلوا حاولوا يعملوا إسعافات أولية، بس ما كان رحمة الله عليه متوفي. الشباب طبعا كان وضعهم صعب، احنا أنا بحكم من نوع عندي شوية خلفية عن الإسعافات الأولية، كنت ما حدا يصيب لأنه ما بنعرف شو بيصير، ممكن أي حركة أي كذا لا سمح الله تؤدي لضرر أكبر. ضلوا الشباب بس ضلينا نتحدث معهم على اساس انهم ضلوا صاحيين ومش مغيبين. بعد تقريبا مش اقل من 20 دقيقه لاجت الاسعافات مع واخذوا الشابين وبلال ضليت انا واقف فوق راسه وهم بيعملوا له الاسعافات والكذا، تقريبا حوالي ربع ساعه لحد ما تركوه فانا بقول لهم شو خير شو، قال توفى لا سمح، قال ما بنقدر نحكي خلص انتهى الموضوع ورحمة الله عليه. تقريبا قعد تحت عنوان إجراءات وشرطة وكروكة وتقريبا حوالي ساعة ونص هو على الأرض قلنا على الأقل نحطه في الأمبولانس. أولها طبعا قال لا لازم تيجي الشرطة ولازم يجي ولازم ولازم، ما أعرفش هذا روتين ولا هذا إهمال ولا، لكن رحمة الله عليه بالنهاية توفى الله يرحمه. هذه خسارة طبعا لأهله ولأصدقائه وللبيرة وعجولة فلسطين بشكل عام. هاي أول مسار بيشارك معكم فيه أو كان بيشارك في مسارات سابقة؟ هو كان يشارك في مسارات بس من فترة تقريبا بجوز حوالي سنة أول مرة بيشارك، والشاب الثاني اللي هو راسم فرحات لأول مرة بيشارك معنا، هو أصلا كان في أمريكا ومن شهرين أجا على البلد وأول مسار بيطلع فيه، وسبحان الله هي في مستشفى رمضان في حيفا حاليا وربنا يلطف فيه. وفي كمان شاب شادي أبو غوش تعرض برضه للدهس، موجود في مستشفى العفولي، وضعهم شادي تقريبا وضع متوسط، بس راسم ربنا يلطف فيه ان شاء الله انه وضع كثير منيح ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. هذه شهاده احد شهود العيان الذي كان مرافقا للمجموعه، حيث اصيب شابين لا يزالا قيد العلاج، والشهيد بلال بواطنه استشهد في نفس المكان. سنلتقي بنجل الشهيد السيد عبد الرحمن، عظم الله اجركم. شكر الله سعيكم. عبد الرحمن هو منذ عام او كما تحدث الينا الاخ بانه لم يشارك في مسارات، كان كيف كانت الاجواء قبل خروجه من المنزل وانتم تلقيكم كمان للخبر؟ كان صادم. تلقينا الخبر كان كالصاعقه. اجاني الخبر من عمي ابو انس، تلقيت الخبر، انا لا اذكر شو اللي صار حتى ما تلقيت الخبر، كان الخبر كالصاعقه حتى الان ككذبه بس الحمد لله من علينا باستشهاد الوالد بلال عجولي طفي له صورة قبل ما يستشهد، بكم صورينه يا شباب وجهه نور الحمد لله، مبتسم جدا الحمد لله رب العالمين. الله يتقبله إن شاء الله. شكرا لك. أيضا شقيق الشهيد، عظم الله أجركم. صالح العجولي. نعم، عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم الجميع، بارك الله فيكم. نعم، أمي أنت أخبرت بقية أفراد العائلة، لكن كيف تم إخبارك بهذا الموضوع؟ أنا إخباري تم عن طريق نسيب لنا من قرية بير نبالة، كان واحد من المشاركين في المسار زميله في الشغل، اتصل معاه واتصل معاي وخبرني إنه أبو العبد صاير معه حادث ووضعه صعب، وهي جاء عليه قلت له معناها أبو العبد مات،
قال لي لا مصبوب بإصابة قطر. قلت له ما دام بدك تيجي علي معناها أبو العبد مات. ما حكاش، حكى ابني معه قال له آه طبعا توفى أبو العبد. كانت الأمر صعب جدا، ما استوعبناش الأمر في البداية، بس الحمد لله الرب تقبلنا الأمر ونديت عبد الرحمن من البيت وخبرته. كانت الأمور صعبة جدا في بداية الخبر، والأصعب من هيك كان تبليغ الوالدة، لأن والدتي موجودة. أصعب أمر كان تبليغ الوالدة في موضوع أنه ابنها استشهد وتوفى. يعني خبرنا أو ربما المشاهد يريد أن يعرف عن الشهيد بلال بواطنة العجولي، يعني عن هذا الشهيد كيف كان مع الناس ومحبيه؟ الشهيد أنا ربيته من هو في المدرسة، طبعا أبونا توفى وإحنا صغار، وأنا ربيته عبين ما تعلم وخلص توجيهي ولازمته في حياتي، وكان شريك معي في كل إشي، أنا وياه شراكة في شركة العجولي، وملازم إلي من هو صغير لحد اليوم، وإحنا وياه ملتزمين مع بعض، والحمد لله كان سند إلي، وكان هو بمثابة الإبن والأخ والصديق، مش بس أخ، والحمد لله كان يعني من مستوى عالي من الأخلاق والديانة، والكل بحبه، ما بذكر أنه عمل مشكلة مع حد نهائيا، كان طويل البال، والحمد لله كان احنا في الشغل متفقين إلى أبعد الحدود، وما زالت شركتنا من الشركات الحمد لله الناجحة في البيرة، ومعروفة باسم شركة العجولي، وهذا اللي صار يعني الحمد لله فقدناه. نعم، ربنا يرحمه ويتقبله إن شاء الله. يعني كما سمعتم مشاهدينا، الشهيد بلال بواطنة كان منذ عام لم يشارك في مسارات، لكن هذه المرة اشترك مع أصدقائه في مسار إلى منطقة الأغوار الفلسطينية للتعرف على الأراضي الفلسطينية المتاح للفلسطينيين الوصول إليها، وهي قليلة جدا بحكم تقطيع أوصال الضفة الغربية من قبل الاحتلال، حيث قام مستوطن بدهس مجموعة من الشبان المشاركين في المسار، أدت إلى استشهاد الشهيد بلال بواطنة وإصابة اثنين آخرين لا يزالان قيد العلاج. هذه مشاهدينا كانت الجولة من منزل الشهيد بلال بواطنة الذي استشهد أمس الجمعة في مسار بيئي في منطقة الأغوار الفلسطينية.